طبعا يعني ألف ألف مبروك، يمكن تاني بطولة تدخل في عهد المجلس الجديد، يكون الألعاب الجماعية هي أو ألعاب الصالات هي اللي ليها يعني الريادة، أو زي ما بيقولوا سباقة بالبطولات، ولسه إن شاء الله البقية تأتي. نادي الأهلي ما يعني لا ينقطع عن المشاركات والبطولات. أرجع لضيوفي تاني، يعني يمكن دكتور أسامة كان فيه، كنا بنتكلم قبل كده على المباراة، بنتكلم على التصويب. فكان عندنا مشكلة فعلا، وكان هو المشكلة حضرتك قلت في الفرقتين مش فرقة واحدة. ما انا زي ما اقول لحضرتك النهارده، يعني احنا لو حسبنا الثلاثه بونت، بس احنا دايما مميزين بالثلاثه بونت. عندنا شويه كويسين قوي، ساره مغربي، رنا علاء، رنا عبد الظاهر. رنا عبد الظاهر ما شاء الله مصوبه جيده، ويمكن سبحان الله اول كوره لما نزلت في اول تغييره جابت ثلاثه بونت، انها تفتح بقى. للاسف شاطت بعد كده اكتر من ست او سبع كور، للاسف ولا واحده جم. نفس القصه يمكن رنا علاء في فتره من الفترات عملت لنا كام باك، يعني يمكن هو بدا بريم موسى، حس ان هي ما اعرفش في ايه غيرها. ساره مغربي برده ما لحقتش، راح منزل رنا علاء. يمكن ربنا كرم رنا علاء في كورتين في خلال دقيقه ونص دقيقتين بسته بونت عملوا لنا كام باك. وتقى حطت برده في الكوارتر الاولاني. يمكن هم دول الاربع ثلاثيات اللي جم، احنا الافرج بتاعنا اعلى من كده. يمكن في سبورتنج هي ثلاثيه واحده اللي جت في اول الجيم، بس التصويب المتوسط كان بأمانة، لكن كنسبة على فكرة احنا يكاد يكون ما شفناش.